السلام عليكم خواتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننسى خواتنا اللي في الغربه. كل ما تكلمنا على رياض محرز في الفيديوهات السابقه كان كلامنا بنسبه اكثر من 90% صحيح، لكن الناس بعض الاخوه على كل حال كانوا ما يصدقوناش وكانوا يقولوا باللي ما كاش منها هذا غوارديولا يظلم اللاعبين ولا يحقر رياض محرز، وانت راك تهدر بالعاطفه وبالشعبويه. شوفنا اليوم الشعبويه، نهضروا بالادله. احسن لاعب ولا ثاني احسن لاعب في مان سيتي هو رياض محرز على مدار الموسم، ما يلعبش. ثالث ممرر حاسم ما يلعبش، بينما سيرليك ما كانش احسن حتى من سيرليك في التقييم 7.33، مرتبه ثانيه ورا دي بروين 7.90، وبعد يجي سيرليك ما يلعبش. كي كنا نتكلموا بالمنطق، حين الشعبويه حين العاطفه، نضرب بالمنطق. كي كنا نتكلموا ونقولوا على رياض محرز باش يلعب اساسي لازمته حاجه اساسيه، وهي انه تروح الحشمة. مش معنى تروح الحشمة، الحياة هذا مع غوارديولا لازم يتنحى، لازم لما يخرج لي مدرب الريكلامي. كنت نهضر بالسيرلينغ باللي راهو لازم يلعب اساسي لانه دولي انجليزي، كانت الناس ما تصدقش. الحمد لله اي حاجة قلناها طلعت صحيح منذ اكثر من عام ونص. غوارديولا باش تلعب اساسي في الصفوف نتاعو خاصة في انجلترا لازم عندك زوز حوايج. الشيء الاول لازم تكون دولي انجليزي. لما شفنا سيرلينغ يلعب مقابلة ودية، دوري انجليزي، دوري ابطال اوروبا، كاس الرابطة، كاس انجلترا، الدرع الخيرية، ما كانش مقابلة ما يلعبهاش. بينما هو يجي مرتبة ثالثة ورا رياض محرز لكن يلعب اساسي. لماذا؟ لانه دولي انجليزي. احنا نعرفوا الدور الاعلام الانجليزي القوي، وحنا نعرفوا ايضا انه غوارديولا لازم يحابي لي زونغلي باش يرضاو عليه الاعلام الانجليزي. كنت نهضر سابقا الناس ما تصدقش، الناس تضحك، الناس تقول لي راك تهضر بالشعبويه، ودرك شعبويه ولا واش؟ بالدليل. نزيدكم حاجه ثانيه، السبب الثاني باش تلعب اساسي لازم لما يخرجك غوارديولا تريكلامي، تكون عندك شخصيه قويه، مش تهبط راسك وتمشي حشمان. ما كانش الحشمه عند غوارديولا باش تلعب اساسي، لازم انت كي يخرجك تريكلامي. والامثله على اللاعب دي بروين تكلمت عليها سابقا في مقابله شكليه مع فريق يلعب في الدرجه الثانيه ولا الثالثه الانجليزيه، خرجوا بعد ما ضم النتيجة 5-0، خرجوا في دقيقة 65 اللي العام اللي فات، دار ضجة كبيرة وفوضى كيفاش تخرجني. من بعدها دي براين قطعة أساسية. الناس تتفاجئ كيف دي براين أحسن لاعب في المقابلة ومحرز ما كانش، لأن محرز مش يلعب. ثاني أحسن لاعب ورا دي براين وأحسن من سيرلين ما يلعبش نصف مقابلات يلعبها من سيرلينغ او الربع. تخيلوا لو لعب رياض محرز هذه المقابلات نفس المقابلات لعبها سيرلينغ، كان هو يكون رقم واحد وكان دي بروين ممكن يكون رقم اثنان ولا ثلاثة. قلناها والناس ما تصدقش. لكن نهضر ما نهضروش بصح، جاد لاعب جزائري ودولي جزائري نتمناو له كل الخير، مش غير رياض محرز، كل لاعبي المنتخبات المنتخب الوطني. بصح كي نهضرو بالمنطق، ما نهضروش بالشعبوية وبالعاطفة. خلاص الشعبوية والعاطفة كي نعودو نشجعو بلادنا، نشجعو المنتخب الوطني لما يلعب نهضرو بالعاطفة شوية. صح، ورغم هذا ونحوها العاطفة، نحوها من الناس، نهضرو بالمنطق بالتحليل المنطقي. نهضرو كي تحوسو الإحصائية جبنا لكم، قلنا لكم المرتبة الثانية هو رياض محرز 7.33، المرتبة الأولى دي بروين 7.90 على مدار الموسم، ثالث ممرر حاسم هو رياض محرز بينما سيرلينغ ما كانش. الأهداف سيرلينغ مسجل 19 هدف، ما نعرفه،
ومعرز مسجل 10 اهداف لان محسنين يشارك اكثر من معرز. لو جاي يشارك معرز طول المقابلات تزيد نسبه التمريرات الحاسمه تزيد ونسبه الاهداف تزيد، وبالتالي رقاب محرز تطلع القيمه نتاعو وتطلع يطلع المستوى نتاعو ما يكونش في المرتبه الثالثه، عفوا المرتبه الثانيه، يكون هو النجم الاول للفريق. لا لان لماذا؟ لان محرز ليس دولي انجليزي، ومحرز بطبيعته حشام يحشم انسان يعني يحشم كما نقولوا، ماهوش قال كيما دي بروين واغويرو تخرجني الريكلامي من سكوتش على حقي. هذا هو الفرق. الحمد لله الان الكلام بقناعه والكلام بالدليل. نتمناو الخير لرياض محرز ومزيد من التالق في قادم المباريات. في الاخير ختمت ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.